أبدا يا حبيبتي، حالة من الملل والزهق وقلة المزاج، ده ملخص الوضع اللي أنا فيه. إيه يا حبيبتي بجد؟ راجعة؟ أخيرا عرفت إن ليكي أب بيحبك ومحتاج لك. طب مع السلامة يا حبيبتي، احسن جالي مكالمة شغل. يا مساء المزاج الرايق على عيونك. أنا بسأل نفسي أنا مش مبسوط النهاردة ليه؟ عشان اتأخرت على عمروتي بيه. جيت في وقتك يا مال. ليلة لذيذة وهنية وبالبنات محشية. هلو. حلو الكلام ده. أمرني، أنا هنا عشان تأمرني. تعرفوا تعملوا مساج يا بنات؟ أكيد، إحنا نعرف نعمل. ده سؤال سعادتك. اللي قدام سعادتك دول المارينز الوطني، عندهم القدرة على اقتحام الهدف في 5 ثواني. سعادتك إدي إشارة البدء وهم يقتحموا على طول. طب انصرف انت يا مالطو، بعدي خد الفارغ. مساج الخير على عيونك. استنى يا مالطو، غيرت رأيي. وقف هنا صدر الخاتم وغني لي أمونة وانا بتعمل لي مساج. انا سعد. أمونة بعت لها جواب، أمونة ما ردتش عليا، أمونة إيه الأسباب؟ على كيفك وعلى كيفك وإن شاء الله ما ربيتي عليا. أمونة أمونة إيه الأسباب؟ أمونة إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. اهلا 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 معلم خميس، نورت القهوه. ازيك يا شلوف؟ الله يخليك يا ريس. معلم، واحد سال عليك جوه. واحد مين؟ ما اعرفوش يا معلم، سال عليك ودخل قاعد جوه الواحد، هتلاقيه قاعد على اليمين عند الرجاله. استنى ما نشوف الحوار ايه اللي تشوفه يا معلم. ما تشوفش ورايا. تسلوا تسلوا، اقعدوا تسلوا تسلوا. ازيك يا فندينا؟ ماشي نور يا باشا. اتفضل. معسل يا فندينا. القهوة كوارع. على عيني. حاضر. قهوة مظبوط على ميه ساعة. ايه الطلة الغريبة دي يا باشا؟ أبدا، لقيت مزاجي مش رايق قلت أجي أظبطه أنا. أهلا أهلا أهلا. قالوا لي انك سألت عليا. قال استغناش عنك ابدا يا فندم. طب ايه؟ بيجيب حجر، طاوله، دومينو، سيجارتين. سيجارتين نظبط بيهم دماغنا عشان الحكايه اللي انا بكلمك فيها. سيجارتين ملفوفين. الشقاوه دي يا باشا مش معقولة طبعا. أفندينا هيغلب في إنه يجيب لنا سجارتين مخفوفين. يا سربيه، أنت جاي هنا عند أفندينا في منطقته وعزوته وسط ناسه، وأنت طبعا راكن البوكس بعيد. أنت فاكر إن أنا جاي لحد هنا عشان ألبسك قضية؟ أقعد يا أفندينا، أقعد يا شاهد، يعني ما بتضرش بحد. توب علينا ربنا. والله العظيم جاي عايز اشرب معاك سيجارتين. ما بشيلوش. قول لي ان مفيش، اتصرف، مش كيمياء يعني. يا مغاوري خش لي القهوة. هتبعت تجيب من المكتب ولا ايه يا باشا؟ لا حلوة. أنواع مفتخرة. مستغربني صح؟ لا خالص. أنا بس يعني آخر حاجة تخيلها الليلة دي إني أشوف جنابك. قوم يا باشا. مغاوري السواق بتاعي. حكومة يعني. عادي. وقت غلبان من الغلابة الكتير اللي محشورين في الدنيا بالزق. تعال مغاوري. تعال قرب. وريني معاك إيه.
وفي سعادتك يا باشا. انا ما اعرف هو في ايه يا باشا؟ معيش حاجه يا باشا، معيش حاجه يا باشا. سعادتك يا باشا، ده اللي انا قلت لسعادتك عليه. تمام يا باشا. مغاوري عمر يا باشا، انده على كوارع، خليه يسقيك شايف العربيه. بعد اذن الباشا، بعد اذن الباشا. عشان الدماغ تعلى ويتوب علينا ربنا. الله يبارك لك يا باشا. غلابه، شايف الحبايه دي يا خميس؟ هي دي اللي انا بحاربها. انا ماليش في السلك الاوجه، انت عارف الكلام ده كويس. على الله تصمد للاخر يا خميس. اشمعنى انا يا باشا اللي جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي؟ لان انا كان كل همي اللي جوه جيب مغاوري، وانت كان كل همك تظبط مزاج مغاوري. انا بصيت لجيبه وانت قريب دماغه، عشان كده انا محتاج للي زيك يا خميس يبقى جنبي ويكمل اللي ناقص فيا. حط ايدك في ايدي يا خميس، نحارب بتوع كامل اللي خاربين دماغ شباب البلد دول. نحارب اي حاجه تخرب دماغ شباب مصر، ونقرا الفاتحه كمان على الحرب دي. الحشيش برا الحرب دي يا باشا. عنك ليه؟ وانا كنت ضحكت عليكي وخدتك في حته ضلمه، ما كله كان برضاكي. اه اللي حصل حصل. حصل اسود. طب ما خلصتيش من بره بره ليه؟ دي شك الدبوس، وان كان على قرشينات انا اقوم معاكي بالواجب وابقى اخصمه من ميتك. انا رحت عند الدكتور. قال لي لو عملت العمليه دي فيها خطر على حياتك. يبقى مش دكتور. من بكره هروح ارفع عليه قضيه واشتكي في النقابه. خطر على حياتك؟ ده لو ما عملهاش يبقى خطر على حياتي انا، ولا عشان بخت اهلي انا الاسود. يا بدران حرام عليك، اهلي ناس غلابه، لو عرفوا حاجه زي كده ممكن يروحوا فيها. كمان طلع لك اهلي، دي حلوت على الاخر. دبرني يا اخويا، انا مش عارفه اعمل ايه. يا ريتني كنت اخوك دلوقتي. يا ريتك كنت اخويا، وبعد اللي عملته خلاص دلوقتي خلاص. اسمع يا بت، ما تجيش هنا تاني، ما عدتش عايز سكرتيرات. ايوه كده بان على حياتك يا بدران. يعني انت مش عايز تقف جنبي؟ لا. طب والله يا بدران انا هفضحك قدام الناس كلها واقول كل حاجه. سعاد كده يا سعاد تفهميني غلط وانا مجروح. اخص عليك. اقعدي يا سعاد، اقعدي لو سمحت، اقعدي عشان انا تعبان. انا قصدي انت في اجازه مفتوحه، مفتوحه على الاخر عشان تريحي وعشان لبطنك، ومهيتك ماشيه زي ما هي عشان تتغذي وتتقوتي، مش عشانك انما عشان ابني. بس ليه تسلم الورق اللي عندك؟ عشان ده بتاع ناس ملناش فيه. واتفضلي يا ستي، مهيت شهر قدام عشان تعرفي قد ايه انا بحبك. بس هخصم 200 جنيه عربون اتعاب القضيه اللي هرفعها على الدكتور. قومي قومي، تعالي في حضني يا ام ابني. يا ترى سميتيه ولا سمه انا؟ اسميه انا. والمصحف ما قلت حاجة ولا اتكلمت ولا جبت سيرة حد، والمصحف ما قلت حاجة. ما تخافش، ما أنا عارفك طول عمرك راجل وجدع، خايف ليه؟ خد مخمخ اسكت ولعني.
الله يرضى عليك عم الشيخ. معلم النوح كبير الصحراء جماله حفظها شبر شبر واسمه عندنا زي الجنيه الذهب. ابنه براءة أشقى خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق واسمه مكتوب بالحبر السري عند الداخلية لغاية دلوقتي. معلم أبو سنة يا جمالك يا معلم يا خال يا كبير الكبار يا أمير الأمراء يا مكيف الكيف يا أصل الدويقة ومنشية ناصر صيتك من الصعيد لغاية هنا. خميس أبو سنة أفندينا رنس المزاج أبو الرجال وكفه معلم على وش اللي ما يتسموش. خلاص الكلام يا رجالة، الفرقة خطر والمصلحة تحكم. قبل ما تكمل يا باشا، الحكاية أصلها بدم والدم أصله غدر. دي ما تسويش دي يا أبو سنة. الموت أهون يا نوح. أيوة بس لما يبقى القتيل ده ابنك ولا أخوك الكلام هنا يفرق أهو يا معلم أبو سنة. جرى يا رجالة، أنا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفي حسابات. اللي فات مات، كفاية عليك يا نوح بضاعتك اللي راحت والراجل بتاعك اللي الحكومة مسكته قعدت تعصر فيه عشان يقر. الله أعلم خلصتك منه إزاي. وأنت أبو سنة بضاعتك بدت تشح في السوق، هتنكشف والشغل الشعبي ميبقاش يليق بأفندينا. شوفوا يا رجالة، كلنا عارفين قانون اللعبة كويس، اللي هيورب سنة هيقع، عشان كده لازم نركز ونشوف مصلحتنا، واللي مش عايز ما يلزمناش. السوق زي ما ليه ايد بتدي ليه سنان بتعض ورجلين بتفرم وتخلص. ربنا يا رب يعوضنا على البضاعة اللي راحت، وإذا كانت الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش، إنما الخسارة اللي لا يمكن أسكت عليها أبداً هي خسارة الرجالة. ربنا يديم علينا نعمة اللمة بتاعتنا، نعرف فاتحة على المرحوم. آمين آمين آمين. فاتحة عهد، والعهد سيف على رقاب الكل. بس أنا مزنوق في سؤال كده يا باشا. فك نفسك وقول يا أبو سنة، هو مين المرحوم؟ مرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم يا خال. سعيكم مشكورة يا رجالة.
استنى انت يا خميس. عايزك. اسر باشا، اسر باشا. ايه في ايه مال؟ مصيبة. طب خد نفسك كده وقول يا دوب في ايه؟ الواد اللي اتمسك امبارح في الكمين ماله؟ قتلوه. ايه؟ قتلوه؟ العمروتي ده طول عمره داهية، يعرف ازاي يكسب اللي قصاده. قري خميس من أول سطر وعرف ازاي يجيبه، بس أفندينا مش ساهل. أنا مش فاهم حاجة، أنت مبسوطة ولا زعلانة ولا قلقانة ولا إيه بالظبط؟ خميس رجع السوق تاني، وقعدته مع العمروتي هتقوي قلبه وتخليه ما يهموش حاجة. ما أنت لسه قايلة يا حاجة ابنك مش سهل. طبعاً ابني، هيجيبه منين؟ ربنا يخليهولي. لا بالحق يا حاجة، البضاعة اتصبرت في الصعيد والرجالة جاهزة. أنا حضرت الفلوس وإن شاء الله هنزل عشان أخلص فيها. مش لوحدك يا أبو سنة. طبعاً الرجالة معايا، ولا عايزة كلام؟ لا، القصد إن خميس يروح يسلم ويستلم. خميس؟ أفندين؟ وماله؟ واحد. يا سلام، مصر بتبقى حلوة قوي بالليلة خميس، تحس ان كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك، تحس انك راكب فرس وماسك اللجام كويس. مالك يا خميس؟ مفيش يا باشا، بس انت قلت لي عايزك وجينا وبقالك ساعة ما تتكلم عن مصر حلوة ومصر جميلة ما انا عارف. أنا متابعك من زمان يا خميس، دخلت دماغي وأنا صعب قوي حد يدخل دماغي، من وأنت صغير وأنا مراقبك وعجبتني لأن ليك كرامات مع الحكومة، واللي عجبني أكتر إن أنت رميت عمرك ورا ظهرك ورحت تطالب بحقك وقتلت غريب وسط الحكومة. خيانة تمنها الموت. في السنين اللي فاتت يا خميس السوق اتغير، ناس كتير اتحرقت، أنا كنت مستنيك، كنت خلاص اديت الحكومة حقها، ناخد حقنا بقى. لا يا باشا، بس انا يا دوب لسه خارج بتفرج على الدنيا من بره، ما عنديش نيه اغرس تاني. كيف ما بقاش المزاج خلاص يا خميس؟ بس انا يا بيت العمر بتاع مزاج، من وانا عيل صغير قد كده وانا بتاع مزاج، وبحبه وبشتغله بمزاج، وزبايني كلهم بتوع مزاج، ناس رايقه ما عندهمش مشاكل ولا ليهم في الدوشه ولا حتى لخبطه الكيمياء. الناس اتطحنت يا خميس، بقت عايشه في دوامه. الطحنه دي خلصت على اللي في جيوبهم وخلصت على صحتهم. بقى الزبون من دول يدور على نص برشام عشان يوانوي، واللي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص، بقى بيدور على خطين ابيض مخلوط عشان يسافر. زمن المزاج ولا يا خميس؟ انت عايز مني ايه بالظبط يا باشا؟ انا اصطفيتك يا خميس، خليك كبير السوق. ايه بيه، بس انا لما وقعت انت سبتني انا. عيب عليك تقول كده يا خميس، انا حاطط عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن. امال مين اللي غير الحرز بتاع البضاعه قبل ما تروح المعمل الجنائي؟ مين اللي جاب شهود نفي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نيه تقتل غريب؟ مين اللي ضغط على نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمه بتاعتك كلها غير شوشرة؟ كل اللي انا عملته ده يا خميس خلاك تاخد 7 سنين بس، وانقذت رقبتك من حبل المشتبه. والحقيقه ان بدران ما كدبش خبر، نفذ كل اللي قلته له بالحرف الواحد. شفت بقى انت ظالمني ازاي يا خميس؟ بدران
الحكايه دي مكنش فيها مصلحه. يا استاذ انا مش هين عليا اشوفك كده بصراحه، انت ياما وقفت جنبي، اديني لو اخذه فرصه ارد لك المعروف. معروف؟ ايوه، انت ياما حامتني يا اخويا من ايد الحكومه ومقالبها. الله، ما ترجعي الحريم دي المخزن وروح انت نام انت كمان، او روح اقلبوا عيشكوا مع اي زبون تاني ولا السوق نايم. السوق نايم ده الكون كله نايم. خلاص يا اخويا الرجاله ما بقاش ليها مزاج. اسالني انا. بقول لك ايه، انا بقى هسوقك واروقك، اقوم اعمل لك فنجان قهوه من اللي بيخلي الرجاله يجوا هنا على ملا والشغل، قهوه ام ساميه. حتى القهوه مش عتقاها يا ام ساميه، ما هم بداوا يقلوا. استلمي. افتح الباب يا واد يا حركات يا اختي، متداري في اني خن. حاضر حاضر. امر يا بلدينا. استاذ بدران ساكن هنا؟ ايوه. امال انت مين؟ انت اللي مين؟ طب الاستاذ بدران فين؟ سي بدران جو. طب قول اللي بره. طب سوين. استنى استنى، خليك انت عروسه. دينا؟ أنا ولا ياكل معايا الكلام ده. أنا لا يخصني عمروتي ولا أبو سنة. أنا مش موصوف لي في الليلة دي كلها حاجة إلا خميس. يا رب ما تعليش صوتك أمار. لكن أنا مش بتجعجع والصدر المكشوف. الله، العمروتي حط سيفه على رقاب الكل، اللي هيتحرك تحته هيقابل رب كريم. على نفسه. أنا ما يهمنيش يا حد. أنا عارف نفسي. كده كده ميت. طب اسمعني يا عم الميت. اسمعني. فرص جاية كتير والدار باين وعزامة تاخدش والفتحة مردودة، بس السكة تفك والدنيا تسلك واللي له مقتل نضربه فيه. ايوه، لو ان انا مش حمل تلات ايام اصومهم. يعني عايزني اعمل ايه يا حد؟ احط جزمة قديمة في بقي واسكت؟ اي ضربة هنضربها له دلوقتي هتبقى زي القرش البراني، لو رميتها هترد في وشك، انما اللي هنا محدش يقدر يوصل له، ساعتها هتبقى اضيب صحيح. امرك يا معلم، امرك انت والباشا. تكليل حمار. ما تفتحها يا بت. يا ماي شبرا ماشي عاجبك كده والنبي يا معلم، طريقته معايا كده على طول. غبي زي امه، اعمل له ايه؟ ما علينا، طولني يا معلم. روح هاتيلي فحم من عيني. بس على مهلك وانت ماشي. حاضر يا بنت. على مهلك. غبي زي امه. العاشق المتيم بالعيون الملط بيضون. وايه اللي جابك الساعه دي؟ انا قلت برضو لازم كلامنا يكون ما بين اربع حيطان وباب وشباك مقفول علينا، مش في محل اكل عيش ببانه مفندقه وخرامه اكتر من كوالينه. ملط يا بيضون، انا رمانه اللي فرطت الدنيا في كف ايديها واللي هدومها شاطت من مرمطه الايام، مش هتيجي دلوقتي وتلعب عليا لعبه قديمه زيتي. ايه الساونه اللي انت خارجه منها دي؟ اقفل السخن وافتح الساقع شويه، خلينا نركلس ونقول الكلمتين. انا جايلك بالمفيد. ما انت قلت لي المفيد وانا رديت وتفتي لسه على خدك. تفتك دي وسام على صدري، وانا ضميتها لدولاب الذكريات وكتبت عليها اهداء من رمانه الى المناضل الوطني الملطي بيضون. باشا ما طلبكيش. نعم، امال ليه قلت لي؟ بس ممكن في اي وقت يطلبك.
انا عارف ان انت مش على هواه اليومين دول، هو كمان مش على هواكي، بس ممكن في اي لحظه يهفوا الشوق، ساعتها لا انا ولا انت هنقدر نناضل ضده ولا نقول له ما ينفعش. وانا استحاله اقول له ينفع. يبقى انت كده بتصوري على النظام القديم، وساعتها مش هيبقى قدامي غير حل واحد. ايه روح امك الكلام الكبير اللي عمال تقوله ده؟ انت صدقت البرنيطه اللي على دماغك دي هتعمل لي فيها يا اخويا بتاع سياسه؟ ده انت يا دوبك بتفك الخط. وبعدين حل ايه؟ جت حل وسطى انك تعتصمي، وقبل ما تعتصمي ترش على وشك شويه ميه نار، يمكن الباشا يتعاطف معاكي وساعتها هينفذ لك مطالبك الفئويه. تعالى بقى اوريك مطالبي الفئويه يا ابن روحيه. ما يصحش كده يا نجم عين. اتفضل. ايه ده بتعملي ايه؟ ادي هدوم الباشا بتاعك، الضرفه اللي عامله زي السجان في بيتي، انا خلاص خدت منها افراج، واحمد ربنا ان خميس ما شافهاش، عشان انت عارف كويس لو كان شافها كان ممكن يعمل في الكل ايه. اهدي على نفسك، لا يطقلك عرق مصر عايزاكي. يلا خد الزباله دي وغوب. ماشي انا هاخدها واضمها في دولاب الذكريات، يمكن يحصل لك انقلاب داخلي وترجعي لعقلك. تصدقي الحته حلوه؟ ازاي يا فندينا ما شمهاش؟ والمصحف لصوت ولم عليك الخل. يلا غور يا ابن الكلب. دج يعني رمز الوفاء والاخلاص، يعني الملط بيضون. سلام يا نجمه. انسى بقى السيرة دي يا خميس، ده القانون يا ريس، هو يقول انما انا لا، وانت سيد العارفين. بعدين في الاخر كله كان عشان مصلحتك. كله طلع شمال. اولاد الرفضي لو ايه كل الشمال منفد على بعضه. عسل اسود. 95 اللي يشوفك ولا يصليش على حضرة النبي. الله اكبر، الليله ليله عيد. قوم يا بنتي اللي شبه دكر البط انت. الله يا اختي، الله اكبر، منورنا ومكترنا. والله ومالك عليا حلفان، الود ود يذبح لك بنت من البنات. ما تعملوا حركه يا ولايه. الله. اتفضل يا فندينا. وانت تعرف العمروت يا مدران؟ لما بروح يا خميس. على جثتي انما غصب اعمل ما بدالك. انا طول عمري عايش معاك يا غصب، نفسي مره يبقى بمزاجك. انا مش طايق العيشه دي. ده وضع مفروض علينا وانت عارف كده كويس، وانا محرماك على نفسي. مش مقصر يا مطر، مش مقصر. لا انا بعمل كل اللي اقدر عليه عشان اخد طرح اخويا، لكن زي ما انت شايف الدنيا معايا ملخبطه على الاخر، كلها بتلعبكه. يكون الكلب بسبع طروح.
أنا عارفة إنك مش ناسي دار أخوك وإنك بتحبه قد ما أنا بحبه. بتحبيه؟ وليها مطرة؟ أنا عارف، أنا عارف إنك لسه بتحبي الغريب، بشوفها في عينيكي حتى وإحنا غصب عني. بالعكس يا مطرة، حبك لغريب هو اللي مخليني لسه باقي عليكي. وكان يعني على حبة النرفزة ولا ايدي اللي بتطول عليكي، معلش دول يدوب حلاوة روح فالشغل مش اكتر. صباح على خير يا مطرة. يا ابو سنة هتحرقنا. وده ايه ده اصلا؟ ان شاء الله ما تخليكي في حواجبك يا شوق. وانا كنت بنتفهم لمين بقى ان شاء الله؟ طب ادي ام القط وادي المرايه، وان شاء الله يطلع حاجب ارفع من حاجب. اما اشوف اخرتها ايه معاك يا ابو سنة النهارده. ايه يا شوق؟ يعني بلاش اخد ودي مع نفسي شويه. يا راجل خد مني واديني، معايا البال يروق وترتاح. مش بقى لها راحة شوق. ليه يا حبيبي؟ فضفض وقول مالك. ماشي فضفض ترتاح، نتقاس. مش هي دي اسمة الحق؟ كل الحكاية ان انا مزاجي مش رايق ليلة شوية. بقى ده كلام يتقال برضه؟ ده انت كده تتضرب في السوق. ده انت المعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله. معلم وسيد المعلمين كمان. ولا انت زعلان ان خميس هيطلع معاك الطلعه بتاعت الصعيد؟ يا شو انت من امتى بتدخلي مناخيرك في حاجه تخصنا؟ وبعدين هزعل ليه يعني عشان خميس هيطلع معايا مشوار الصعيد؟ ما في الاخر مصلحه واحده برضو. ما تأخذنيش يا معلم في اللي أنا هقوله، بس الصراحة المصلحة فلتت من تحت باطك ونطت في عبء أفندينا. شوق ده زيت في دقيق ملكش إنك أنت تخش فيه. وبدل ما أنت ماسكة شنيور وعمالة تنخوري في نافوخي، قومي طري القعدة، اعملي حاجة، هزيلي كازتين، هاتي حاجة تشرمي اللي بتلطش وتطري الدماغ دي، ولا نسيتي زمان؟ لا أنسى إيه؟ بس احنا في انصاص الليالي يا راجل، عايز تفرج علينا الناس. هي طلبت بقى، طلبت للمعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله. قوم يا بيت. حاضر هقوم، بس بالراحه عليا جسمي بيعلم. ما يعلم، مش انا المعلم؟ ها لازم اعلم. قوم يا بيت. قوم.
ابدا يا حبيبتي، حاله من الملل والزهق وقله المزاج، ده ملخص الوضع اللي انا فيه. ايه يا حبيبتي بجد راجعه؟ اخيرا عرفت ان ليكي اب بيحبك ومحتاج لك. طب مع السلامه يا حبيبتي، احسن جالي مكالمه شغل. يا مساء المزاج الرايق على عيونك. انا بسال نفسي انا مش مبسوط النهارده ليه؟ عشان اتاخرت على عمروتي بيه. جيت في وقتك يا مالت. ليلة لذيذة وهنية وبالبنات محشية. هلو. ايه الكلام ده؟ أمرني، أنا هنا عشان تأمرني. تعرفوا تعملوا مساج يا بنات؟ أكيد، إحنا نعرف نعمل. ده سؤال سعادتك؟ اللي قدام سعادتك دول المارينز الوطني، عندهم القدرة على اقتحام الهدف في 5 ثواني. سعادتك إدي إشارة البدء وهم يقتحموا على طول. طب انصرف انت يا مالت وبعدي خد الفارغ. مساج الخير على عيونك. استنى يا مالت، غيرت رأيي. وقف هنا صدر الخاتم وغني لي أمونة وانا بتعمل لي مساج. انا صدق. أمونة بعت لها جواب، أمونة ما ردتش عليا، أمونة إيه الأسباب؟ على كيفك وعلى كيفك وإن شاء الله ما ربي